ستودنتس مصر. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات ومفاجآت جديده عن عيله الجمل. هنعرف اليوم حقيقه تحضيرات شنطه الولاده لندى جلجل ويوم الولاده، الخميس ولا الجمعه؟ وكمان هنفجر مفاجأة كبيرة جدا عن اختفاء صالح وهند من الأفلام، ومين اللي كان السبب انهم يمشوا من أفلام محمود الجمل، بجد هتتصدموا. وأخيرا خبر عن سوكا ورجوعها الأفلام. من الآخر، فيديو النهاردة مليان بالمفاجآت، بس كملوه. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بتحضيرات الولادة لندى جلجل، وهنقول ملاحظات مهمة جدا عليه. والحقيقة مستر أحمد شاركنا اليوم بفيديو عن تحضيرات الولادة لندى جلجل، ركزوا في التواريخ، النهاردة يوم الأربعاء. النهاردة مستر أحمد عمل فلوج تحضيرات شنطة الولادة لندى جلجل. في البداية جلجل كانت فرحانة جدا، كأنها أول مرة تحضر شنطة بيبي، وفعلا الشنطة كانت كبيرة جدا. جلجل تعبت جدا في الحمل ده، لان فيروز وحياة تعبوها جدا في رحلة الحمل بتاعتها، وبتطلب مننا ندعي لها تقوم بالسلامة وتيجي اصالة بخير ويخلي فيروز وحياة، ربنا يقومها بالسلامة وتجيب لنا احلى بيبي اصالة. وطبعا وهي بتحضر الشنطة كان لازم تحط هدوم لاصالة بزيادة، عشان الجو في اسكندرية دلوقتي ساقع جدا، ودي احلى لقطة على طقم الولادة البيبي اصالة. جلجل بتحب تلبس بناتها اول ما يتولدوا اللون الابيض. المهم ان جلجل خدت معاها 3 سوليفيتات للبيبي اصالة عشان هتبات في المستشفى، وكمان جابت لها فوطة وبامبرز وكمان مشط وفرشة، وكل دي تجهيزات شنطة البيبي. وشوفنا حلق صولة اول ما تتولد، كان كيوت قوي، تلبسي بالهنا يا روحي. واخيرا جلجل هتدعي دعوة لفيروز وحياة، لان دعوتها مستجابة، ودلوقتي كلمة روزا لبيبي اصالة. روزا قالت يا ربي يا اصولة تكبري وتبقي عروسة كبيرة. اخر كلمة لجلجل، ادعولي كتير وشكرا لكل اللي دعالي، وكومنتاتكم بتفرحني. تعالوا بقى للملاحظة المهمة جدا. مستر احمد شارك فيديو اليوم الاربعاء، وبيقول ان جلجل هتولد بكرة الخميس. مش عارفين ازاي، لانه في الاعلان قال ان جلجل هتولد الجمعة. تعالوا نسمع جلجل قالت هتولد امتى ونرجع تاني على طول. استنى بلوج الولادة يوم الجمعة. هتولدي امتى؟ يوم الجمعة. هتولدي يوم الجمعة؟ حاولتش قررت خلاص. يا ترى قصده ان الفلوج هينزل الجمعة ولا الخميس؟ ويا ترى هو متسجل قبل كده ولا جديد؟ محدش عارف. ومش هتفرق كتير، لاننا مستنيين فلوج الولادة لندى جلجل، سواء ولدت الخميس او الجمعة، عشان مشتاقين نشوف بيبي اصالة جدا، ربنا يجيبها بالسلامة. قولولنا برضو رأيكم في التعليقات، وكملوا الفيديو معانا عشان معانا مفاجأة كبيرة جدا لكل الفن. ودلوقتي واخيرا هنقول السبب الحقيقي لاختفاء صالح وهند، والمصدر هو خيال صالح. قلنا في فيديو اننا مش هنقول السبب الحقيقي لاننا مش متأكدين منه، ولما تأكدنا كان لازم نقول لكل الفانز عليه. والسبب هو ان العيلة كانت عاوزة تمضي والد صالح وهند على عقد احتكار بتلاتة مليون جنيه. ايوة 3 مليون جنيه، زي ما سمعتوا اكيد اتصدمتوا زي ما احنا اتصدمنا. لكن والد صالح رفض وقال انهم لسه عندهم دراسة وبيتعلموا، عشان كده شفنا صالح شايل كل العيلة من الانستجرام وما بقاش بيتابعهم. حط الصورة دي على الانستجرام لما مشي من الافلام، وبرضو ده من كلام خال صالح وهند استاذ محمد صبحي. ودلوقتي تعالوا نشوف فيديو صغير لصالح وهند وكمان والدهم. ودلوقتي واخيرا تعالوا نشوف خبر من سوكا لسه منزلاه النهارده على الانستجرام. سوكا قالت فيه محدش يسالني هرجع امتى اليوتيوب، انا مش هرجع. وكده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم، هو الاميره فيروز عندها كام سنه؟ شوفوا لي الاخر وحلوا السؤال، وكملوا الفيديو معانا عشان هنعرض اسماء الفائزين في تحدي سؤال الفانز الفيديو اللي فات. وما تنسوش توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، وانتوا قدها يا اجمل جيش.
وهنا وصلنا للنهاية. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. بحبكم جدا. مع السلامة.